إذن هذه عودة رينارد. شوفوا متجهز حتى للفيديو، يعني أول شيء معلمنا ليش راح، رابطها ببلده يعني ونداء الوطن، وثانيا خاتمها بالدقلة اللي كان لابسها لما نزل 2022 في الدوحة استعدادا لمباريات كأس العالم، نحتفظ فيها للحين. شوف أولا يعني خليني أتكلم عن العودة وبعدين نجي على الفيديو. عودة يعني رينارد أعتقد أنه يعني أمر بيسعد كل الجماهير السعودية، يعني الجماهير السعودية ترتبط معه بذكريات جميلة جدا. كان يعني صاحب أو قائد المنتخب فنيا في صدارته للمجموعة نحو التأهل لمونديال قطر بنقاط يمكن هي الأعلى تاريخيا في تاريخ المنتخب ومشاركاته. المباراة الأرجنتين يعني اللي يعني لا يمكن أن تمحى من الذاكرة أيا كانت النتائج اللي بعدها، أن تسقط أنت المنتخب الوحيد الذي يستطيع إسقاط بطل العالم في نفس النسخة بقيادة ميسي. تلك المباراة العظيمة أعتقد أنها عالقة في أذهان يمكن المشجعين العرب وليس السعوديين فقط. صحيح. قلت لك الذكريات، يعني هو مدرب محبوب حتى عند خروجه يعني من المنتخب، وإحنا انتقدنا هذا الأمر يعني في ذلك الوقت، وانتقدنا حتى الفيديو يمكن الوداعي اللي عمله الاتحاد القدم. لكن واضح أنه يعني وقلناها في ذاك الوقت يعني أنه العلاقة جيدة يعني، وأنه إنهاء تعاقده مع المنتخب من طرفه كان يعني تم بالاتفاق أو باقتناع المسؤولين في الاتحاد السعودي مش لمه.